بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم يا شباب. معاكم احمد سلامه، هنكمل مع بعض كورس سي سي ان اي 200301. خدنا بريف كده صغير في الفيديو اللي فات عن ايه هي الميديا او ايه هي الكابلات في النتورك وايه الثلاث انواع الاساسيه اللي احنا ممكن نستخدمهم في النتورك. هنتكلم النهارده على اول نوع كنا عاملينه في سلسله فيديوهات في كورس الان بلس. هحط لك سلسلة الفيديوهات ده مع بعض، ممكن الفيديو هيطول شوية ولكن أول نوع ده مهم جدا يا شباب، كمل الفيديو للآخر لأن إحنا هنشرحه بتفاصيله. والنوع الأولاني أو الكو أكسل كيبل بيتكلم عن الكابلات اللي إحنا بنستخدمها في السي سي تي في، فمهم جدا ليك كنتورك أدمنستريتور إن أنت يكون عندك خلفية بيه كويسة لأنك هتقابله كتير جدا وهتشتغل بيه كتير. خلينا شباب نشوف مجموعة الفيديوهات اللي جاية أو كابل الكو اكسل بيتكلم عن إيه. أتمنى لكم التوفيق. هنبتدي النهاردة إن شاء الله بكابل الكو اكسل أو الكو اكسل كيبل. الكو اكسل كيبل ده بكل بساطة شباب كابل كده، نقدر نقول إن هو كابل الدش. مفيش حد عندنا او مفيش حد ما عندوش دش النهارده في البيت، وكلنا بنشوف الكابل اللي بيوصل بالطبق بتاع الدش فوق السطح لحد ما يوصل لجهاز الرسيفر عندك. وهتلاقي الكونكتور ده مستخدم بالفعل في جهاز الرسيفر عندي واسمه اف كونكتور عشان تبقى فاهم يا شباب. جهاز الرسيفر ده يعتبر ساتلايت نتورك، تعتبر شبكه بتقدم لي ستريم فيديو زي القنوات اللي انت بتشوفها، فدي تعتبر ايضا نتوركينج. يعني دي من دراستك شبكات الاتصالات، بتكون من دراستك الساتلايت والقصه دي. فبكل بساطه كابل الكوكسل يا شباب بيتكون من بلاستيك جاكيت اللي هو الكفر الاسود ده بيغطي الكابل عشان يحميه من العوامل الجويه. بعد كده ميتاليك شيل. الميتاليك شيلد ده بيكون حواليه شويه اسلاك مفرطه، هوريك شكلها دلوقتي. بتكون يا شباب معين، يا اما الومنيوم يا اما نحاس، يا اما الومنيوم يا اما نحاس. اغلب الكابلات اللي بتستخدم في الدش بتكون الومنيوم، ولو جبتها نحاس بيكون افضل، بيديك كواليتي اعلى. ولكن اغلب كابلات الدش بتكون الومنيوم، والنحاس احنا بنستخدمه في السي سي تي في. السي سي تي في الكلوزد سيركت تلفزيون سيستم، السي سي تي في. يبقى اذا الحاجه الاولانيه اللي بنستخدم فيها كابل اكسل حاليا هو الدش، بنستخدمه مع جهاز الرسيفر علشان يجيب لي الرسيفر والطبق علشان يجيب لي اشارات خاصه بالقنوات. تاني حاجه بنستخدمه فيها هو السي سي تي في الكلوز سيركت تلفزيون سيستم، وده اللي هي كاميرات المراقبه يا شباب، كاميرات المراقبه. وده ايضا انت كراجل نتورك ادمنستريتور المفروض تبقى فاهم في السي سي تي في كويس. طيب، فزي ما قلنا هنا الميتاليك شيلد ده بيكون حواليه كده شويه كابلات صغيره كده، بتكون يا اما الومنيوم يا اما نحاس. بعد كده بيحط لي عازل تاني. العازل تاني ده نقدر نقول برضو ان هو بلاستيك جاكيت يا شباب، بيسموه انسيوليتور. والبلاستيك جاكيت ده بيعزل شويه الكابلات ديت عن الكور اللي هي السنترال كور بقى او الوحده المركزيه بتاعت الكابل. بيكون كور نحاسي كده برضو، ايه بيكونكت في حاجه زي البي ان سي كونكتور اللي قدامك دوت علشان يجيب لي الاشارات. يبقى اذا اهم حاجتين في الكابل هو السنترال كور، الحته النحاس دي اللي هي بتبقى السن بتاعه، وشويه الكابلات اللي بتبقى موجوده هنا سواء كانت الومنيوم او كانت نحاس. لو احنا هنشتغل طبعا سي سي تي في سيستم بيفضل تكون هي نحاس، ما تشتغلش بالالومنيوم لان النحاس هي سريعه التوصيل يا شباب وبتدي كواليتي اعلى بكتير من الالومنيوم. طيب، يبقى ده كده بكل بساطه الكابل. اشهر الكونكتورز اللي بتشتغل مع الكابل دوت حاجه اسمها البي ان سي، البي ان سي كونكتور، وده في منه ميل اوريك. يعني ما تستعجلش، انا بس عايزك تفهم الاشكال ديت وانا هوريك طريقه التوصيل بالظبط ان شاء الله في فيديوهات قادمه. احنا لسه مع الكويكسل هناخد شويه. وفي منه في ميل، الفيميل ده
بيكون في ظهر الديفايس مثلا اللي هو الدي في ار، وهوريك شكل الديفايس دوت. بيكون في ظهره وبيكون ايضا موجود في الجاك اللي خارج من الكاميرا نفسها، هوريك ايضا القصة دي. وعندي من اشهر الكونكتورز هو الاف كونكتور، وده اللي بيوصل فيه كابل الدش، سوري، في الريسيفر علشان اوصل الدش بتاعي. يبقى اذا يا شباب انا لو عايز اشتغل ريسيفر هحتاج كابل كو اكسل، ممكن اجيب الشيلد بتاعته المونيا، وده هيبقى ارخص بالمناسبه. وفي نفس الوقت هحتاج الاف كونكتور علشان اوصل طرف منه بالريسيفر، والطرف التاني بتاع الاف كونكتور بيبقى في الدش نفسه اللي هي ال ان بي على ما اتذكر. ايوه ال ان بي اللي هي بتجيب لي الاشاره من الساتلايت او بتوصل الاشاره للساتلايت. طيب لو انا هشتغل سي سي تي في سيستم على جهاز الدي في ار، هيبقى الظهر بتاع جهاز الدي في ار الفيميل بتاع البي ان سي هيكون موجود في ظهر جهاز الدي في ار، والميل ده هيكون في طرف الكابل اللي هو الكوكسل، وايضا الفيميل هيكون في طرف الكاميرا، والميل هيكون في طرف الناحية التانية من كابل الكوكسل. هوصل طرف الكاميرا من الميل هنا، وهوصل الطرف التاني بالدي في ار هيجيب لي الصورة او الاشارة بتاعت الكاميرا بعد ما نوصلها بالكهرباء. طيب اتمنى ان احنا نكون بشكل مبدئي كده عرفنا يعني ايه كابل كوكسل، هنستخدمه في ايه كنتورك ادمنستريتور، وفي نفس الوقت مكوناته عامله ازاي، لحد ان شاء الله ما نوصل لفيديو ازاي نكونكت الكوكس الكيبل. كده يبقى انا ناقص لي بعض الانواع. يبقى الكوكس الكيبل ليه شويه انواع كده. تعرفنا على كابل الكوكس شكله عامل ازاي، ايه الكور وايه النحاس اللي بيكون حواليه، ايه الكفرز اللي بتغطي الكابل ده، وقلنا ان هو اغلب استخداماته النهارده. هو كان بيستخدم زمان مع شبكات الباص ال 10 بيز 2 وال 10 بيز 5، النهارده اغلب استخداماته اصبحت مع الدش الترانسميت بتاع القنوات والريسيف، واصبحت مع السي سي تي في سيستم اللي هي السيستم الخاص بكاميرات المراقبه، جهاز الدي في ار الديجيتال ريكوردر فيديو. وقلنا ان الكوكسل ليه شويه انواع. التايب اوف كو اكس الكيبلز يا شباب حاجه اسمها الار جي 58، الار جي 8، والار جي 6، والار جي 59. قصه ار جي دايما اللي هي الار جي، سوري، هنا الار جي مش الار جي، الار جي 58 والار جي 8 والار جي 6 والار جي 59، سوري يا شباب معذره. هنا ده كده يا شباب مش نوع كونكتور، ده نوع كابل. يبقى كابل اسمه ار جي 58 ستاندرد، خد اسم كده، ولكن مش هتلاقي معلوميه في السوق عن الكلام ده يا شباب. يعني انا لما اجي انزل اشتري من السوق مش هتلاقي ناس كتيره فاهمها، مش هتروح تقول له انا عايز كابل ار جي 58، لا، احنا هنتكلم بلغه بلدي شويه داخل السوق. هنقول ان احنا عايزين كابل محترم، يكون تخين شويه اللي هو السيك 10 بيز 5، وتكون اللفات بتاعته نحاس، ولفات النحاس دايما بيكون لونها كده قريب من البرتقاني، الالومنيوم هتلاقي لونها رمادي. هتلاقي الكور بتاعته أدخن شوية محترمة. فبالتالي خلينا بس الأول نتعرف على الأنواع، بعد كده لما ننزل القصة بتاعت السوق في الفيديو اللي جاي إن شاء الله، وطريقة التركيب والقصة دي هعرفك عليها. يبقى أنا عندي أربع أنواع أساسية من الكوكس الكيبل: الآر جي 58، الار جي 8، الار جي 6، الار جي 59. تعال نتعرف عليهم كده سريعا سريعا. الار جي 58 من ضمن مميزاته ان هو بيديني لحد 200 متر، و200 متر ده مسافه محترمه يا شباب، مش مسافه تعبانه. بيقول لك ان الانترفيس بروتكشن از بيتر ذان تويستد بير، الحمايه بتاعت الكيبل ده او الفتحه بتاعت الكيبل ده احسن بكتير من كابل التويستد بير. بيديني لحد 50 اوم من الريزيستنس اللي هي المقاومات بتاعته 50 اوم، وطبعا ده شغل الكترونيك مش بتاعنا احنا. بيستخدم البي ان سي والتي كونكتور علشان تشتغل بالكابل ده. يعني الار جي 58 تقدر تشتغل مع البي ان سي والتي كونكتور اللي احنا شفناهم المره اللي فاتت، اهو ده البي ان سي وده التي كونكتور. لا سوري، التي كونكتور اللي هو بيشتغل مع الباص بقى يا شباب، بيبقى شكله عامل كده.
والطرف ده بيمد كابل والطرف ده بيمد كابل، وهنا ده بيبقى بي ان سي. شفناها احنا في لو رجعت للباص توبولوجي، اتكلمنا عن التي كونكتور ده، فده من ضمن الحاجات اللي بتشتغل مع الار جي 58. والراجل ده بيوز سين نت اللي هي التيم بيزد تو نتورك، اتكلمنا عليها ايضا في الباص توبولوجي، ايزي تو اد اند ريموف. وطبعا دي كلها معلومات عامه. و شيبست فروم كوكسل كيبل، يعني بيكون من ارخص انواع الكابلات في الكوكسل كيبل اللي هو الار جي 58. وقلنا ان هي التيم بيزد تو دي مع ظهور شبكه الباص، يعني في بدايه النتوركينج خالص يا شباب، فكانت الدنيا كويسه، ولكن طبعا مش بالسرعة والكفاءة بتاعت النهاردة، ولكن في ساعتها كانت الدنيا ممتازة جدا، وبيشتغلوا بحاجة اسمها الار جي 58 كيبل. عندي نوع تاني اللي هو الار جي 8. الار جي 8 بيديني 500 متر، يبقى الراجل ده بيديني 200، الراجل ده زود لي شوية اداني 500 متر. بيشتغل بقى مش مع التي كونكتور اللهم صل على النبي بي ان سي، لا بيشتغل مع الفامباير تيب لو تفتكر، اللي هي اي والفامباير تيب اللي اتكلمنا عليها في شبكات الباص، مع التيم بيزد 5 اللي هي الكابلات السك اللي هي التخينه شويه، يعني ده كابل اتخن شويه يا شباب، فبيديني امتار اعلى، بيديني كفاءه اعلى وكواليتي اعلى. بيشتغل مع ديفايس احدث شويه اللي هو الفامباير تيب، طبعا مع النتورك اللي هو التيم بيزد 5، اكسبنسيف طبعا، يعني اغلى شويه من الار جي 58. وطبعا من ضمن عيوبه ان هو بيشتغل بس از باك بون، يعني ما ينفعش اشغله الا مع شبكات او القصه بتاعت الباص، يشتغل باك بون كيبل، ما اعملوش كونكت بي بي سي او اعمل له كونكت بكاميرا، فده طبعا من ضمن عيوبه، لذلك هو مش مستخدم حاليا الار جي 8 دوت في السوق. عندي نوع تاني اللي هو الار جي 6. الار جي 6 هو برود باند شيلدد، وقصه برود باند ده، برود باند يعني بيشتغل مع الشبكات الخارجيه كمفهوم كده مؤقت لحد ما نوصل لها. يعني اذا في حاجه اسمها كيبل تي في يا شباب، كيبل كيبل تي في احد انواع الكونكت كده موجود في اليونايتد ستيت مثلا، بقدر اجيب من خلاله انترنت، فده نوع الكابل اللي بيشتغل مع الكونكشن ده اللي هو الكيبل تي في. وايضا الكابل ده يقدر يشتغل مع السي سي تي في اللي هو الكلوز سيركت تلفزيون سيستم، وده طبعا من اكثر الكابلات اللي هنستخدمها اللي هو الار جي 6 ده. بيديني 75 اوم. طبعا اهم استخداماته مع الكيبل تي في الساتلايت ديش انتنا، يشتغل مع الساتلايت ديش ويشتغل مع السي سي تي في، يعني يقدر يجيب لي كونكشن برود باند عن طريق مثلا كابل الديش او طريقه اتصال اسمها الكيبل تي في في الولايات المتحده. بيديني ديستانس لحد 1500 فيت، خد بالك مش متر، يعني 450 متر، يعني 1500 فيت اللي هي قدم، يعني بيديني 450 متر، فطبعا ممتاز جدا ان انا اقدر اوصل جهاز او كاميرا مثلا على بعد 450 متر بجهاز التسجيل بتاعها، ممتازة جدا. كابلات التويست بير يا شباب ما بتقدمليش الخدمة ديت اللي احنا بنستخدمها في النتوركينج حاليا. فاذا يا شباب احنا في الكوكسل كيبل اكتر كابل هنستخدمه في حياتنا العمليه هو الار جي 6، ولكن انت مش هتنزل في السوق تقول انا عايز ار جي 6، محدش هيفهمك. هنتكلم ان شاء الله عن الكلام ده في الفيديو اللي جاي. احنا لسه معانا نوع اخير وهو الار جي 59. الار جي 59 انا سوري يا شباب انا متعود على الريجستر جاك اللي هو الار جي، ولكن التايبس بتاعت الكوكسل هي ار جي 59. الار جي 59 برضه بيديني 75 اوم، بيشتغل مع البي ان سي كونكتور، اقدر استخدمه مع الكاميرا مع الكيبل تي في. بيديني ديستانس لحد 300 متر، اقل شويه من الار جي 6. فده النوع التاني اللي احنا نقدر نستخدمه بكل بساطه من كابل الكوكسل. يبقى انا هستخدم الار جي 6 لو انا عندي مسافات بعيده، مسافات بعيده قوي،
وهستخدم الار جي 59 لو انا المسافات بتاعتي مثلا اقل من 300 متر او 300 متر. اتمنى ان انواع كابلات الكو اكسل تكون وصلت. وقلنا بقى هنتعرف بشكل عملي كده ازاي نركب الكو اكسل كيبل ده وازاي نتعامل معاه شباب. بكل بساطة ادي الكو اكسل كيبل اهو. بصوا شباب، ده الطرف النحاس اللي انا قلت لكم عليه، بيكون قبل الفويل شيلد. الطرف ده ما ينفعش سلكة منه تتلامس مع السنترال كور، الكابل يبوظ. مش يبوظ يعني يعني يبوظ خالص او ما يشتغلش، لا، مش هيجيب لك اشارة، مش هيجيب لك صوت. لازم تكون الكابلات دي ملفوفة كده بطريقة ما، مجنبة كده زي ما احنا بنعمل. يبقى اخد الكابل ده كده اجنبه، الفه كده بايدي وانزله تحت شوية، تمام. وده كده بيكون نحاس، ادي اللون بتاعها. وفي الحالة ديت اهو بيكون ألمونيا، وهتفرق طبعا معاك في الكواليتي بتاع الصورة والكواليتي بتاع الكابل وحاجات كتيرة جدا. فأنا ببساطة لو أنا هوصل كابل ديش، كل اللي أنا هحتاجه كابل زي ده، كابل زي ده. هقطع الحتة الأولانية ديت اللي هي الجاك، البلاستيك جاك بتاعه، وابتدي ألف الجزء الألمونيوم ده على حدة كده بطرف البلاستيك جاك، واقطع حتة كده من اطلع السنترال كور زي ما انت شايف، واقطع حتة من الجزء البلاستيك اللي حواليها. بعد كده بجيب الكونكتور اللي هو الاف كونكتور بتاعي، وابتدي ادخله لحد ما يثبت في الكابل هنا، ويبقى خارج منه بس السنترال كور. يبقى اذا مجموعة النحاس دي هتبقى ملمسة هنا في الحتة دي، والسنترال كور هي اللي هتبقى بداخل المخرج او المدخل اللي هو موجود في الريسيفر نفسه. خلينا نشوف الكلام ده. يبقى دي كده طريقة توصيل الكابل لو انا هوصله يشتغل مع كابل ديش. بكل بساطة هلف شوية الاجزاء ديت، وادخل الاف كونكتور بتاعي، يبقى كل اللي ظاهر من عندي هي السنترال كور بس. وابتدي اجيب الريسيفر بقى يا شباب، هعمل القصه دي في طرفين الكابل، من الطرف الاولاني والطرف الثاني. وادي الريسيفر عندي، بيكون عندي ال ان بي اللي احنا اتكلمنا عليها اهي، بتكون واخده برضو ميل لل سوري في ميل بقى لل الاف كونكتور. بدخل جواها الكابل من الطرف ده، والطرف التاني بيخش في الظهر بتاع الرسيفر مباشرة، وبالتالي نبتدي نظبط الدش علشان يكونكت بالقمر الصناعي ويجيب لي البيانات والإشارات. يبقى طرف هيخش هنا أهو مثلا على سبيل المثال، والطرف التاني بتاع الكابل بيخش في ال NB اللي هي واصلة بالرسيفر فوق، وبيجي لي الإشارات عن طريق كابل الكوإكسل. فدي كده طريقة توصيل الدش بكل بساطة، ما بحتاجش فيها كابلات واو. يعني ممكن تجيب نوع كابل قليل شوية، ما تجيبش الضعيف قوي، يعني هات الوسط. ولكن لو انت هتشتغل بقى بسي سي تي في سيستم، السي سي تي في سيستم نفس القصة، ولكن البي ان سي كونكتور بقى، يعني بدل ما هستخدم الاف كونكتور هستخدم البي ان سي كونكتور. خلينا اجيبه لك كوإكسل كيبل مثلا بي ان سي كونكتور اهو يا شباب. يعني من اشهر الكونكتورز اللي هتشوفها في السوق هو الكونكتور ده، واحيانا بتيجي جاهزه زي ما انت شايف كده، وانت مجرد بس تلحمها طرفين، يعني بتجيلي طرفين وانت تلحمها في الكابل الكوإكسل على طول. يا اما بتيجي بالشكل ده، بتفك الالاووز ده وتلف الجزء النحاسي زي ما قلنا، وهتخلي الجزء النحاسي مرتبط بيه، يعني هي بيبقى ليها كده شباب. عايز بس اوصلها لك. بيكون معايا شباب. دي التي كونكتور اهي يا شباب، بس عشان الناس تبقى عارفه شكلها. هو ده شكل التي كونكتور، من الطرف ده بي ان سي والطرف التاني هنا بي ان سي.
طيب انا بس عشان مش لاقي لها صورة، خلينا معلش نرجع وانا هحاول اوضحها لك. احنا بكل بساطة شباب بنشيل الاراووز ده، تمام؟ ده بيتفك كده والكابل بيخش من هنا الاول علشان ده بيقفل على الكابل بعد كده. السنترال كور بتاعت الكابل بتوصل في حتة جوه كده، هتبقى هنا كده اهو مع الملف ده، بيكون في حتة كده ليها مكان للسنترال كور بتاع الكابل اللي هو الحتة النحاس بتوصل بيه، وبيكون في حتة هنا بنربط فيها الكابل بيوصل عليها الكابلات النحاس او الالومنيا، بنلفها بنفس الطريقة وبتكون واصلة عليها، والسنترال كور تخش في المكان بتاع الكور ليها، هتلاقيه واضح جدا قدامك، وبعد كده بتقفل عليها الجاك دوت كده، انت تبقى عملت كابل بي ان سي. ولكن معظم المستخدم النهارده ان انا بجيب كونكتور جاهز زي ده كده، ما ده كده كونكتور جاهز بيخرج لي طرفين في الاخر، بلف طرف على السنترال كور وبلف الطرف التاني على الجزء النحاسي او الجزء الالومنيا، واخدهم بشريط لحام كده افصلهم عن بعض، وبكده بكون جهزت اطراف كابل الكوكسل اللي انا ممكن اعمل له كونكت بيه الدش، سوري بقى مش بالدش هنا، بالسي سي تي في سيستم. لو جينا بصينا على الكاميرا شباب، دي اشكال طبعا انواع واشكال كتيره، وبتحدد طبعا اسعارها حسب الميجا بيكسل والفوكال لينس، قصه كبيره كده ليها كورس لوحده. اللي انا عايز اوريه لك ان احنا عشان نكونكت هحتاج جهاز اسمه دي في ار، ديجيتال ريكوردر، فيديو ريكوردر، وهحتاج الكاميرا. وبصوا بقى يا شباب، الكاميرا بتاخد باور، الباور ده 12 فولت التيار الخفيف، وبيكون الطرف الثاني هو الفيميل بتاع البي ان سي كونكتور. يعني انا بعد ما الحم البي ان سي كونكتور في الكوكس الكيبل ببتدي اوصله بقى، يعني اعمل له كونكت هنا، يبقى الميل يدخل في الفيميل بتاعه، والطرف الثاني بيكونكت بيه الدي في ار. ادي جهاز الدي في ار يا شباب، ليه اشكال وانواع كتيره وبتكون حسب القنوات. ايضا ظهر جهاز الدي في ار زي ما انت شايف كده بيكون 4 شانل، 8 شانل، 16، 32، 64، فيها اجهزه كبيره وعملاقه، اجهزه جميله جدا. بيكون الطرف بتاعه ايضا الميل بتاع البي ان سي، فانا هاخد الطرف الثاني بتاع الكابل اوصله في الدي في ار، وتبتدي توصل الدي في ار هنا على شاشه عاديه بتاعت كمبيوتر، هتلاقي الصوره بتاعت الكاميرا ابتدت تظهر قدامك. الخلاصه شباب ان انا كابل الكوكسل بتاعي هستخدمه في حاجتين، يا اما في الدش يا اما في السي سي تي في سيستم. بتكلم على مستوى مصر، انواع كتيره واشكال كتيره، اتمنى ان انت تتعمق وتبحث جواها. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، هنتكلم عن التويست بير كيبل، والسلام عليكم ورحمه